السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم احنا ندرين حلقة بسيطة جدا على كيفية التعرف على محرك السيارة، هل هو كويس او فيه صرف او فيه اي مشاكل تانية تخص في الفاشي او البرنزيني او جميع المشاكل. طبعا التعرف على اي حد، اي انسان مثلا بياخذ سيارة بروحها، بنعطوه نبدأ بسيطة على كيفية التعرف ان المحرك ما يكونش فيه صرف، فيه اي مشاكل. طبعا احنا طب نولع السيارة ونعطي لكم الطريقة، هي طريقة بسيطة جدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه بتديرها انت تاخذ السياره تكون مستعمله، طبعا بتجي لي فتحه نتاع الزيت، هي بتقوم بفتحها فتحه زي توا. طبعا انت بتجيب تحط الغطاء نتاع الزيت في مكانه هنا، اول ما ترفع الغطاء حيكون في سحب، هو سحب زي توا، حطه بالطريقة هي. كان مثلا هذا قعد في وضع الطبيعي لوطة وحسيت انه فيه شفط او سحب هواء للمحرك الداخلي، معناه الموتور بإذن الله يكون كويس، لان كان فيه صرف. طبعا الهواء بيبدأ يخرج من المحرك، ما يسحبش فيه. ثاني حاجة طبعا بتجي لي مؤشر الزيت، طبعا بتقيم الغطاء انت بتشوف في خروج هواء او دخان او اي مشاكل هنا، تلقاه ما في شيء ان شاء الله. زي توا بترجع مؤشر الزيت، معناه ان شاء الله المحرك هيك طبعا من الجهة الميكانيكية كويس 100% ان شاء الله. حرك تمام ان شاء الله باذن الله. طبعا بنحكي على الكامبيو او مغير التروس. طبعا في السياره انت تيجي تعرف مثلا الزيت بتاع الكامبيو هل هو كويس او لا. طبعا تجي للسياره انت من الداخل، اول حاجه تركب في العربيه وتدوس على الفرامل وتحط عدي على الار، قصدي زي تو على الار هيك، وتقيم الماني تمام. بعد ما تحطه على الار طبعا بتخليه على الار، بتجي ترفع الغطاء بتاع زيت الكامبيو، يعطيك تو القراءة المضبوطة تمام. هذه الطريقة طبعا يبان بها زيت الكامبيو 100% ناقص ولا مش ناقص. بتشوف المؤشر، وكان لقيتها ناقص تحت حرف ال معناها ناقص الزيت. طبعا بتجي تحط على الان، وطبعا بتقوم بإطفاء محرك السيارة. وهذه حلقتنا اليوم ان شاء الله على المحركات وعلى محركات البنزين في حد ذاتها. ان شاء الله الحلقه الجايه بنتكلم على طريقه شغل المحرك، طريقه الاشواط الاربعه اللي يقوم بها المحرك في التشغيل. نعطوكم نبدا على الجكش ان شاء الله، وباقي الطروف زي المولد، الكهرباء قصدي هو الدينامو، طريقة تركيب الكاتينة، تركيبة الفاشي. إن شاء الله كل يوم إن شاء الله في حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.